في راجل بقى نحب نشكره جدا، يعني هو كان متكفل بيا طول الرحله ديت، اكل تلاقي، شرب تلاقي، اخرى. سؤال من ضمن الأسئلة، محمد الهادي بيسأل عايز تكون إيه لما تكبر؟ حلو السؤال، حلو حلو السؤال، أثر فيك، أثر فيا جدا. في مجال اليوتيوب عامة مش عايز أفضل مكمل فيه، عايز أعمل حاجة تانية خارج مجال اليوتيوب، يعني زي مشروع خاص بي أو حاجة كده أهو. وكمجال بقى اليوتيوب عايز قناة تانية، لو قلت لك عليها قناة تانية اللي هو برضه قلت لكم عليها، بس لحد دلوقتي لسه مش باين لها اي ملامح، والشمس ضاربه في وشنا بس الراجل ده تاخدني بقى عمال يفسحني بقى ويوديني بقى في اماكن. يعني هو وانت لو جيت دبي وجيت عندي لازم تيجي تاكل هنا. كبده ومخ و... كبده ومخ وكوارع ومحشي وورق عنب بالكوارع. انا اطلع بره مصر عشان يجي يرجعني هنا مصر تاني. لا ما احنا بنبدا هنا وبعد كده بقى هناخدك يعني بالليل. ايه بالليل بقى؟ مش هنحرق بقى، مش هنحرق. واللي بيروح دبي بيشتري ايه؟ ايفون معروف. يلا يلا بينا. عملها اول واحد عملها في العالم، اول واحد فيكي يعمل عن بوكسنج جوه المحل. ما استناش حتى يروح عشان بس انا جبت الاصفر عشان ما لقيتش غيره، بس مش اكتر يعني. هو يا اما هو يا اما الاسود، فمش هجيب الاسود يعني. جامد يا جامد. مبروك يا محمود. لا باين زفت انا كده بس. ايوه كده بس باين التفاح. اتكلم كده اهو، اتكلم كده اهو، انت انت منين؟ صور كده اهو، حاسس بخلي الموبايل يقع منك عادي. صور كده. طيب فيديو اسئله اخر، مش عارف صوتها عامل ازاي بقى من الهوا، بس يعني يلا بينا. الاكونت هنا مش هنا. طيب يوسف محمد، تفضل ان الواحد يشتري فلاج شيب قديم زي نوت 9 مثلا، ولا يشتري تليفون زي الاونر 20 برو مثلا؟ طيب هو عامه نوت 9 مش فلاج شيب قديم قوي، فلاج شيب القديم بقى اللي بتتكلم عليه الناس دايما بتسال، مثلا ال جي في 30، سامسونج جالاكسي اس 8، الكلام ده. الكلام ده انا نوعا ما ساعات بفضله على حاجات جديده زي مثلا ريلمي 3 برو، شاومي نوت 7، مع ان الاثنين اسعار بتبقى متقاربه جدا. واحد صاحبي جايب ال جي في 30 بحوالي 3000 جنيه، فالحاجات دي بفضلها جدا عن الحاجات الجديده. احمد ايمن بيقول ايه شركه الموبايلات اللي انت بتفضلها عن الباقي؟ لا بص، مش حاجه اسمها شركه كامله يعني، اكيد في حاجات منها حلوه وحاجات وحشه. ف ون بلس مثلا الموبايل بتاعهم ده حلو، الموبايل التاني مش حلو. ايفون مثلا انا كنت ضد ابل جدا، ضد ابل ببص يعني مش قادر اقول لك ازاي، بس اقتنعت جدا بالايفون 11 وجبته، وفعلا ناوي استخدمه استخدام شخصي لفتره يعني. حمزه رمضان، مش هتفتح قناه فلوجات؟ لا، قناه اكلات يا حمزه. انا عمال اشوقكم للحوار ده بقالي فتره، ولسه عايز كده فيديو قوي احط فيه لينك بتاع الشانل. بدانا عملنا فيديو مثلا بقاله اكتر من 8-9 شهور كنت بجرب كده يعني، بجرب وما طلعش حلو. بعدها لقيت بقى انتشار رهيب قوي في موضوع الاكل ده على اليوتيوب، وانا اصلا اصحابي اكتر ناس دايما بناكل، فاللي هو لا صباح الفل، احنا اولى بقى يعني، احنا عارفين مطاعم اكتر وعارفين اماكن احلى، فلا شايف ان احنا اكتر ناس نقدر نضيف لموضوع الاكل ده في مصر. ف سيب لكم اللينك تحت. النهارده بقى حاجه مختلفه خالص، النهارده مفيش موبايلات، النهارده
استقرناش على الاسم لسه، بس المفروض ان هي جريمه اكل في البناء. جريمه قتل. اسم مش حلو قوي بس قشطه يعني شغال. في لينك بقى بتاع الفيديو بتاع البيك، عايزكم تنزلوا تفجروا الفيديو دوت اشتراكات بقى ولايكات والكلام بتاع اللينك تحت في الديسكريبشن. قولوا لي رايكم في الفيديو، كنت لسه مستني عايز برضو اعمله في فيديو اقوى من ده، بس ها يلا قولوا لي رايكم في الفيديو. ودي ان شاء الله هتبقى الخطوه الثانيه، مش هسيب القناه دي ابدا، لا دي القناه اللي بدات فيها ودي القناه اللي انتوا عرفتوني بيها، هتفضل فيها. انت مش داخل تستفاد، هنا تستفاد، هناك مجرد للمتعه البطنيه بس، للكرشيه كده، كرشك بس ايه فاهم، عايز تاكل حاجات جديده. انا هساعدك في الحوار دوت هناك، انا وعمرو عبد الرحمن يعني اصدقائي في الجريمه. كان دايما كل الناس تقول لي ان انت لو رحت دبي مش هتعرف تفلوج ابدا ولا تصور، والكاميرا بتشبر عادي. انت بتشبر اول ما تنزل تمسحها ترجع زي الفل اهي، اظن انكم شايفيني عادي يعني دلوقتي. شعور اقسم بالله عالمي وانت ماشي وسط ناطحات السحاب كده، جامده فشخ. دبي جميله، بس ليا تعليق عليها بسيط كده. بلد الالف هندي، انت ما بتشوفش دبيويين اماراتيين يعني، مفيش خالص، هم كلهم هنود وفلبينيين في كل مكان يعني، حتى في المولات اجانب، بس مفيش اي هويه للبلد خالص كده. مفيش ناس، عارف انت مثلا تروح اليابان تلاقي يابانيين، تروح مش عارف ايه تلاقي ايه كده، اما في دبي لا، هنود على فلبينيين بس كده، هو ده اللي عندنا. دي مثلا اوضه في فندق مثلا 3 4 نجوم، يعني نوعا ما اليوم ممكن يقف مثلا ب $50 $60 كده من غير اكل طبعا. ف يعني نوعا ما انت بتبعد مرتاح، نايم مرتاح. وطبعا زي ما انت شايف هنسيب الاوضه الجميله دي بقى، والمخمخه والدماغ، وان انت بقى ما تشيلش هم ان في واحد عمال يخبط عليك وواحد عمال يشخر جنبك، لا انت قاعد في اوضتك برنس زمانك، كل يوم الاوضه بتيجي تتنضف وتظبط. بس انا انضفها يعني قبل ما امشي، ونروح بقى نشوف الاوضه الثانيه عامله ازاي. ونيجي هنا بقى ننقل. طبعا ما يغركش المكان، يعني هو المكان الفيو تحفه. اكتر حاجه اصلا اقنعتني ان انا اجي هنا واختار المكان ده، اول حاجه السعر، تاني حاجه الفيو. الفيو زي ما انتم شايفين تحفه تحفه. فاللي كان بيسال جاي دبي تعمل ايه، ارخص 3 ليالي في دبي، ده بقى تقريبا عنوان الفيديو، ازاي تقضي 3 ليالي بارخص سعر مثلا في دبي. انا دافع بالظبط يا جدعان اليوم هنا $16، $16 يعني كله على بعضه دافع مثلا حوالي $50 وانا قاعد هنا 3 ايام. بس الموضوع مش عنب قوي كده يعني، هي نظيفه والمكان نظيف، وبص المطبخ عامل ايه، وثلاجه وغساله ومايكروويف، وبص يعني كانك قاعد في شقه ويمكن انظف كمان. والفيو جميل، بس يعني الدنيا رخيصه كده ليه بقى؟ رخيصه عشان انت مش قاعد لوحدك، انت ده سكن مشترك اسمه شيرد، يعني انت بتبقى قاعد ومعاك ناس ثانيه. فهي دي بقى فكره الهوستلز عامه، انا كان نفسي اجربها الصراحه، ونفسي اشوف ايه الجو هناك عامل ازاي، وهي منتشره في كل انحاء العالم عامه. هي دي الاوضه اللي انا قاعد فيها، يعني كنت مستني اليوم ده او الوقت ده وقت اللي اصور فيه علشان يبقى مفيش اي حد في الاوضه عشان ما اضايقش حد وكده. بس هي دي الاوضه، بس البتاع اللي فيه الكراكيب ده نوعا ما حلوه يعني، مش فاهم انت اللي هو، بص انت بتبقى قاعد برده ساكت كده، واللي هو انت مش اي صوت عشان كله نايم وبتاع. ودي اللوكر، دي اللوكر بتاعتي اللي فيها المفتاح ده، تفتح تحط فيها طبعا حاجتك بقى اللي هي المهمه، المحفظه الكلام ده بس، وتقفل وتخلي المفتاح ده معاك طبعا، اهم حاجه عشان ما يضيعش منك بس. ف نوعا ما الاوضه ظريفه بس كاتمه شويه كده، التكييف حلو قوي. لو بقى هتعرف تتعايش مع موضوع انك معاك ناس تانية من ثقافات تانية وبلاد تانية، بس المكان تحفه. المبنى اللي انا فيه في مكان اسمه جي بي ار، يعني زي ما وريتكم على البحر وجنبيه بول، وبص تحتيك بقى سوبر ماركتات وكل حاجه تحتيك، مكان تحفه بجد. حجزت من على ابلكيشن اسمه اير بي ام بي، واللي ما يعرفوش ومهتم بالموضوع دوت، لو في ناس مهتمه قولوا لي في الكومنتات، وممكن اعمل لكم فيديو تاني عنه لانه موضوع طويل ومش صعب خالص. انا كنت فاكره صعب، طلع الموضوع زي ما انتم شايفين كده تحفه. وعلى فكره مش كل حاجه شيرد، ومش كل حاجه اللي هو بيبقى معاك ناس، لا في اماكن تانيه بتبقى برايفت، اوضه لوحدك، شقه لوحدك، فيلا لوحدك، كل طبعا على حسب البادجت اللي معاك. بس اسعارها في مكان زي ده انا ما كنتش متوقع خالص، او بتضحي بحاجه بس انت بتاخد مزايا كتير جدا. فده كان اكتر حاجه كان نفسي اجربها، ويعني وقلت اجربها لان ان شاء الله في اماكن تانية بقى الموضوع ده يعني بيوفر جامد قوي 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 من فلوس السكن. احمد خالد بيسال ليه دايما في الموبايلات الكاميرات التليفوتو والالترا وايد بتبقى فتحه عدسه ضيقه زي f2.4 و2.6؟ بنبدا نوعا ما نشوفها تتطور، يعني مثلا الايفون عملت العدسه التليفوتو بقت 2.0، فدي اول مره اشوفها تقريبا. وال جي الصراحه لا سبقتهم بقى، ال جي وعملت العدسه الالترا وايد كانت فتحه العدسه 1.8 او 1.9، فكان اداء بالليل تحفه.
انا بعشق حاجه اسمها وايد انجل، وده السبب الاساسي زي ما قلت التاسع مره تقريبا في الفيديو ده، ان انا جايب الايفون 11 علشان تصوير الفيديو في الكاميرا الوايد انجل دي. الكاميرا الوايد انجل بتاعت الكانون M50 على اللينس 11 16 توكينا اللي بصور بيهم عامه، ودي كواليتي بتاعت الايفون 11 العدسه الالترا وايد. بس نوعا ما الاضاءه دلوقتي الدنيا ضلمه شويه، فيعني ممكن ما تبقاش حلوه قوي، بس الصبح تحفه زي ما وريتكم، وبرده في الريفيو بتاع الموبايل ده وتوريتكم الكاميرا تحفه. انا جايبها عشان الصبح، الليل سيئه جدا جدا الالترا وايد في الفيديو. وبس ديت فول اتش دي 60 فريم عادي او 30 فريم كمان، ممكن نصور 4K بس مش شايف فيها لازمه الصراحه. قولوا لي ايه رايكم في الصوت، وكمان الصوت ده انا مش مسجل اكسترنال، ده الصوت بتاع الايفون 11. عبد الله حسن، ليه اغلب المراجعين العرب مجال دراستهم او عملهم ملوش اي علاقه بالتقنيه؟ علشان التقنيه دي مش مجال دراسه، يعني كلمه كبيره قوي، وما فيش حاجه اسمها خريج جامعه مراجعة موبايلات، مش حاسمها كده، ده مجال كبير قوي. واللي احنا بنعمله الصراحه مش عارف، ممكن الكلام ده يضايق ناس مني ولا ايه، بس انا شايف ان احنا مش بنعمل حاجه كبيره قوي ولا حاجه عظيمه قوي ولا محتاجه خبره ودراسه ودرايه وسنين من لا لا لا، الموضوع اتفه من كده، الموضوع اسهل من كده، محتاج قرايه كتير، محتاج متابعه للسوق كتير، مش محتاجه دراسه ابدا، عادي ممكن في وقت قليل جدا سنه سنتين خبرتك تتعدى ناس بقالها سنين جربت. نور صادق بيسال، تفاهم وكويس ومحترم وبتوصل حبيبي وتوصل معلومه، بس فيك سنه كبر. لا مش حبيبي، يا ريت تخلص منها، ده احساسي ممكن يكون غلط. لا بص، عامه انت هو ممكن يبقى صح لو انت مش عارفني شخصيه، يعني انا عامه بيني وبين صحابي والناس القريبه مني فيها كده ايه، عارف انت اللي هو الساركازم، اللي هو ان اتريق بس بطريقه غير مباشره، فانا مش قصدي بس ان انا اقل من حد ولا اتريق على حد، بس لا بطريقه غير مباشره كده هتلاقيني اصلا بتريق على نفسي. يعني انا مثلا في فيديوهات كتير اطلع اقول مش عارف انا قلت ايه قبل كده، افضل اتريق على نفسي، لا عادي. فلما اجي في مره اروح قايل لحد فين بقى الكومنت الذكي اللي هيطلع يقول، انا مش قصدي اتريق على الشخص اللي بيقول كده، انا بسخر من موقف من فكره عامه كده اهو، من شركه مثلا، عمري في حياتي ما كنت قصدي خالص ان انا اتريق، ولو انا ضايقتك في مره او قلت مثلا حاجه ضايقتك فانا اسف جدا. ليه ما بتعملش فيديوهات غير عن الموبايلات؟ لا عملت حاجات كتير قوي غير الموبايلات الحمد لله، عملت مثلا حاجه ليها علاقه بالجيمنج ونجحت جدا، اعلى فيديو على الشانل فيديو جيمنج، بس لا مش هبدا جيمنج. عملت اكل اهو زي ما قلت لكم، عملت حاجه ليها علاقه بالتعليم، موضوع الكورسات، الفيديو بتاع الكورسات ده، عملت حاجه ثانيه زي مثلا هيتش هايكر والابلكيشن الحلوه اللي هي زي دي جوميا 1، الابلكيشن نوعا ما بتبقى مفيده، وفلوجنج اهوت نوعا ما، اسئله والكلام ده، يعني شايف ان انا عاجبني قوي موضوع الفلوجنج ده، بس لا مش موبايلات بس يعني يا جدعان. وانتوا رايكم برده، ها شايفين ايه تاني؟ بس انا بدات نوعا ما في الاكل ده وعاجبني وعايز اكمل فيه، فعايز دعمكم هناك الصراحه. محمد مجدي، ليه تطور تكنولوجي في التليفونات مش بيهتم بوظيفه الهاتف الرئيسيه وهي المكالمات وجودتها؟ كل الاهتمام حاليا الشاشه والكاميرات فقط. علشان زي ما انا شايف ان احنا ليه ورايك كده، علشان انا شايف ان احنا وصلنا للبيك بتاع، او اللي هو خلاص وصلنا للقمه بتاعه التطور التكنولوجي في المكالمات، خلاص 3G 4G 5G ايه في ايه تاني، خلاص المكالمات بقت جودتها تحفه، لا خلاص وصلنا لكل حاجه، ودخلنا بقى بعد كده الخطوه الثانيه بقى اللي هي الفيديو كولز والكلام ده، هو ده المستقبل كله، مش هيبقى فيه خلاص تليفونات والخط بقى والشريحه والكلام ده، كله هيبقى اونلاين، كله هيبقى متوصل ببعضه في اي حته في العالم، ده اللي انا شايفه هيحصل يعني. طيب جبنا الهدرات وظبطنا الدنيا، نروح بقى نتفسح هناك، طالما اكل جيب معانا بقى ايه؟ حاسس الاكل في الاكل. بين الراجل اول مره يجي دبي، فقلنا ناخده في مكان يعني مختلف شويه عن اي حاجه موجوده في مصر، ما اعتقدش في حاجه زي كده في مصر. المكان اللي احنا فيه ده اسمه تكساس دي برازيل، مكان برازيلي بيقدم الاكله الاساسيه هي اللحمه، عندنا البتاعه دي لو خليناها على الاخضر معناها يس بليز اديني تاني، ولو على الاحمر نو ثانك يو ما تحطليش. ليه بقى؟ لان الويترز هنا هتلاقيهم بيعدوا كل واحد معاه سيخ كده لحمه، في انواع لحمه مختلفه، في انواع اكل مختلفه، لو جه لقاك حاطط البتاعه الخضراء دي يروح منزل لك، لقاها حمراء خلاص يسيبك. وغير كده عندنا طول ما هي على الاخضر عمال ينزل، طول ما هي على الاخضر هيقعد ينزل لك اكل، طول ما هي على الاخضر هينزل، بس لازم نجيب طبق الاول ماشي، بس فتعالى نطلع نجيب طبق لان في شويه اكل برده اوبن بوفيه بسلطات بقى ورز وحاجات كده، بعدين نيجي نستقبل اللحمه. We'll be right back.
نزل ايه؟ نزل مش عارف كذا كده نزل الفكره بقى ان احنا عندنا وقت كتير، احنا ما فيش وقت حاكمنا نقعد بقى نريح نفخد نرجع نكمل وحكينا اكسترا مش معنى السبوق ده عايش يا بلد ده بلد بلد ايه ده يا مستر؟ اول ما يرن ويهز معنى كده ان الاكل بتاعك جهز. اتحدث اليكم واليك. بص الراجل ده سألني جدا يا جدعان والله العظيم شنط هات. عايز اكل تعالى كل، عايز اشرب تعالى اشرب، عايز اروح المطار تعالى اوديك. فعايزين نشكر حضرتك يا فندم على الاستضافه الجميله دي. اي حد يجي دبي ما يكلمش الراجل ده طبعا عشان تعبت. كل اي حد يجي من مصر يروح مكلمه تعالى يلا اسحل وطلع. تلبس حزامك لو سمحت. بيقول لك هنا بقى لازم تلبس الحزام، يعني ما اعرفش ليه حتى اللي جنب السواق لازم يلبس حزام. يعني اللي قاعد ورا اللي قاعد لا مش الدرجه دي بقى، انت كافورت هو المفروض يعني. بس يعني هل الناس بتلبس حزام؟ هل الناس تلبس هل الناس اللي واقفه بره بتاخد بالها؟ لا. هل في حلات كتير عشان نعرف الحلات دي؟ انتظرونا او روحوا اشتركوا عند قناه محمد الهادي. انت بتعمل على اليوتيوب قلت لي كل الهلات، كل اي حاجه اي حاجه هتلاقيها مهلوله عندي على طول. محمد الهادي. نصيحه اخيره للناس اللي عايزه تيجي دبي. الوقت الوقت يعني حاول ما تجيش في الصيف قوي لو انت ما بتحبش الحر، ما تخافش ان في حد بيحب خالص، لان من شهر مثلا اقول 6 من 6 ل 9، ولو انت ما بتحبش في الحر من 5 ل 10 حاول تبعد علشان الجو هيبقى حر جدا، وفي النص هيبقى فيه رطوبه وتلزيق جامد. المكان المكان سكن المكان يعني مش هتفرق كتير، بس حاول دايما تكون جنب المترو. يعني انت حسب البادجت بتاعتك طبعا، معروف الاماكن اللي حلوه فين، لكن لو انت البادجت بتاعتك يعني معصلجه شويه على الاقل حاول تكون جنب المترو. حتى لو انت ساكن في منطقه مش حلوه قوي، بس بالمترو هتركب تروح في اي حته بالظبط. زي المكان اللي انا وريته لكم كده، شفت الفرق ما بين الاوتيل وما بين المكان اللي انا كنت قاعد فيه. الاثنين حلوين، الاثنين جنب المترو، بس طبعا فرق شاسع بقى في الراحه النفسيه بقى في المكان اللي انت قاعد فيه. بس فلو انت قادر تستحمل حاجه زي انك بقى تبقى قاعد مع ناس ثقافات تانية ودماغ تانية وعادي عارف تتعامل معاهم، قشطه مش هتلاقي صعوبه يعني. في الاخر انت المفروض يعني تعمل حسابك انت رايح تتفسح مش رايح تقعد في البيت. مش هتقعد في البيت بالظبط يعني. في واحد كان دايما كل ما اخش الاوضه الاقيه قاعد نايم وما بيعملش اي حاجه، قاعد بقالك قد ايه؟ شهرين هناك. تالت حاجه الخروجات. لا بلاش الخروجات دي هتوسع مننا قوي. الاكل طبعا انا لو جاوبت على كل حاجه محدش هيجي عندي يعني. صح. وده بقى اللي هتلاقوه عند قناه محمد الهادي. كل الاكلات كل الاكلات والحاجات لك القفله بتاعتك كل مره كل مره. ان شاء الله. سلام.